الرحمن الرحيم. انذار لأي رجل زوج لهم زوجة تنزل شعرها مكشوف ولابسة هدوم ضيقة ولابسة بنطلونات، الحجاب الصحيح عباية واسعة فضفاضة لا تصف ولا تشف ما تحتها، طبعا لازم يكون الشعر متغطي، غير كده يبقى الزوج ديوس، والديوس لا يرح رائحة الجنة. هقول لحضرتكم الأدلة القاطعة من السنة عشان كل واحد عنده زوجة أو أب لو له بنت بالشكل ده يلحق نفسه. الحديث ده له روايات كثيرة جدا كلها صحيحة، رواه الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد بسند صحيح: ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا أبدا الديوث. حتى بعض العلماء تشدد، قال اللي بيستحل ده أو بيرضى بكده مش هيخش، يعني قالوا مش مثلا لو اتعذب في النار ويرجع، قالوا لا ده مش هيخش الجنة أبدا. الديوث من الرجال والرجل من النساء، والرجل من النساء ومدمن الخمر. فالصحابة قالوا يا رسول الله مدمن الخمر على صناعه، فما الديوث من الرجال؟ قال: الذي لا يبالي لمن دخل على اهله. فاللي مش بيبالي ان مراته تنزل متكشفه سافره شعرها مكشوف لابسه بنطلون، ده ديوس. لان الناس عارف ان الناس بتزني في زوجته بعينيها وبتستمني بسببها، يعني الشباب يرجع يصار ويستمني او ربما يصل الى زنا الفرج بسببها، ايه وراضي بكده. والرجل من النساء التي تتشبه بالرجال لا تدخل الجنه ابدا. من تلبس بنطلون بتشبه بالرجال تعتبر راجل، لان يعني البنطلون ده لبس النار لبس الرجل وبيبرز العوره المغلظه الاليتين والقبل. طيب تعالوا نشوف الدليل الثاني. رواه الامام احمد في صحيحه مسند صحيح سند صحيح: سيكون في اخر الزمان رجال يركبون على المياسر، على المياسر ينزلون على ابواب المساجد نساؤهم كاسيات عاريات، إلعنوهن فإنهن ملعونات، فلو كانت وراءكم أمة من الأمم لخدمت نساؤكم نساءهن كما خدمت نساء الأمم قبلكم. تعالوا نفسر الحديث ده. سيكون في آخر الزمان، يعني الكلام ده ما كانش موجود أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، رجال يركبون على المياسر، علماء قالوا العربيات، يعني كأشباه الرجال، في رواية كأشباه الرجال، في رواية كأشباه، سيكون في آخر الزمان رجال يركبون على المياسر، في رواية كأشباه الرحال وفي رواية كأشباه الرجال. بعض العلماء أو بعض الناس أنكر كلمة كأشباه الرجال دي وقال لك لا هي مقصودة بها الرحال، بس اللي كتب الحديث أخطأ، لكن لا ده في رواية كأشباه الرحال الرجال. وهنا عندكم الدليل: ينزلون على أبواب المساجد ونساؤهم كاسيات عاريات إلعنهن فإنهن ملعونات. أول حاجة الإنسان الديوس ده زي ما احنا قلنا صلاته مش مقبولة، وكانت مقبولة ما كانش الرسول يقول لا يدخلن الجنة أبدا. هنا بيقول ينزلون على ابواب المساجد ونساؤهم كاسيات عاريات، يعني عايز يقول لك ان صلاته مش مقبوله، لان صلاته ما نهتهوش ان يسجد زوجته ويمنعها تنزل مكشوفه الشعر لابسه هدوم ضيقه. يبقى اذا لو كانت صلاته مقبوله ما كانش الرسول جاب سيره الصلاه اصلا. فالرسول بيسخر منه، كانه بيقول له انت صلاتك ما عملتش، صلاتك زي قلتها مش هتقبل. دليل تاني: ينزلون على ابواب المساجد ونساؤهم كاسيات عاريات. الدليل الثالث ان الرسول قال كاشباه الرجال. طب ايه الدليل؟ ان في روايه كاشباه الرجال او كاشباه الرحال. عمر ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر الانسان الصالح في القران الا كلمه رجل. لا يمكن يذكر انسان فاسق بكلمه رجل ابدا، لا يمكن الرسول يسمي الديوس رجل ابدا ابدا، بدليل ان ربنا سبحانه وتعالى قال في سوره النور: في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. شوف سماهم إيه رجال. في سورة الأحزاب قال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. رجال، يبقى إذا كلمة رجال دي كلمة كبيرة، ربنا سبحانه وتعالى بيمدح ويثني على الصالحين. مش ممكن الرسول يقول على الراجل ديوس يرضى بالزنا فيها أو يرضى إن الناس تزني بعينيها في مراته ويسميه رجل أبدا. يبقى الرسول قال رجال شكلا بس، رجال كاشباه الرجال. طب الرجل الصلاه تقبل من شبه رجل؟ لا تقبل الصلاه، تقبل من ديوس ولا من شبه رجل؟ طب ده الدليل الثاني. شوف لما ربنا بيتكلم في صوت في القران على 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 المخنثين او اهل اللواط، يقول لقوم لوط: اتاتون الذكران من العالمين؟ ماشي، اتاتون الرجال، لا يمكن ربنا يقول اتاتون الرجال من العالمين، دول مش رجال، بيمارس اللواط يبقى مخنث مخنث. يبقى اذا كلمه رجل لا تطلق على ديوس ابدا، يبقى الرسول قال كاشباه الرجال. ينزلون على ابواب المساجد ويتركون نساءهم كاسيات العنهن فانهن ملعونات. طب هل تقبل الصلاه من ملعونه؟
هل تقبل الصلاه من دايوس؟ طب هنجيب الدليل من القران. سوره المائده: واتلو عليهم نبأ ابني ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين. انما هنا حرف قصر، يتقبل الله من المتقين، ما قالش من الديوسين ولا قال من الملعونين. ده رسول بيقول العنهن فانهن ملعونات. يبقى الصلاه هتتقبل من واحده ملعونه، الصلاه هتتقبل من دايوس، يبقى اذا العباده هتحبط وهيدخل النار وهيكون مصيره النار سواء كان رجل او امراه، هو هي وهو. العنهن من فانهن ملعونات. الدليل بعد كده ان الرسول قال صنفان من اهل النار، حديث في صحيح مسلم: لم أرهما شيئتان من بعد، رجال أقوام، ما قالش رجال، معهم أسياط أو بأيديهم أسياط كأذناب الخيل يعذبون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا تظهر مسيرة كذا وكذا. يبقى الرسول بيقول في الصحيح مسلم الحديث دوت لا يدخلن الجنة، طب ما هو عارف إن الناس دي الستات دول بيصلوا ويصوموا، لكن ربنا هيحبط عملهم. على رؤوسهن كأسنمة البخت، يعني شعرها فوق دماغها عامل زي القبه، عامل زي السنم بتاع الجمل العجاف، العجاف اللي هي السنم الصغير الجمل الضامر الضعيف، وهي ماشيه شعرها عمال يتهز زي سنم الجمل، لا يدخلنا الجنه ولا يدخلنا. طب ما هي بتصلي وتصوم، ما ينفعش ربنا احبط عملها. طب ايه في دليل تاني؟ في دليل تاني قوي جدا من السنه، المراه التي ذكرت والحديث عند رواه اهل السنه من ابو داوود وغيره، من كثره صلاتها وصيامها وصدقتها لكن تؤذي جيرانها، قال هي في النار لا خير فيها. وذكرت امرأة أخرى لا تؤدي إلى الفرائض من قلة صلاتها وصيامها لكن لا تؤذي جيرانها قال هي في الجنة. إذا طب المرأة المتبرجة اللي شعرها مكشوف وتنزل وتنزل لابسة بنطلون وتلبس هدوم على الموضة دي بتأذي المجتمع كله، مش بتأذي بس مش بتأذي بس جيرانها بس، دي بتسبب في زنا الشباب والرجال وفساد المجتمع. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ما يهبطش عملها إزاي؟ بس كان أحبط عمل اللي بتأذي جيرانها بس، مع إنها صوامة قوامة متصدقه وعايشه من صحابه الرسول. طيب الدليل بعد كده: ايما امراه استعترت فمرت على قوم ليجدوا منها ريحا فهي زانيه. ده هو الامام المنذري والامام الالباني في صحيح الجامع والحديث الصحيح اللي هو يعني لو امراه منقبه مرت على قوم وشموا منها ريح زانيه ما بالكم بالمتبرجه، ايما اشد اسما واشد فتنه للرجال؟ العطر ولا ولا الشعر المكشوف والبنطلون وده. طبعا لا، الزينه بترى من بعيد لكن العطر لا يرى من مكان قريب، الرسول قال زانية. يبقى اذا المساله في منتهى الخطوره، منتهى الخطوره. يبقى اذا كل رجل له زوجه مكشوفه الشعر تنزل لابسه بنطلون، لازم يامرها بانها تلبس عبايه واسعه فضفاضه، ممنوع لبس بنطلون حتى لا تكون مترجله تغطي شعرها تنزل. غير كده ربنا هيحبط عملك هيكون مصيرك النار حتى لو كنت بتصلي وتصوم. كذلك حق كذلك في المراه نفس المصير، المرأة نفس المصير. اللهم بالله اختر، اللهم فشل كل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.